وبهذه المناسبة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس. إذا نرحب بك في نشرة الثالثة دكتور محمد. بداية، ما هي أبرز جهود مملكة البحرين في مجال حماية البيئة؟ مساء النور، وشكرا لكم تلفزيون البحرين على تسليط الضوء لهذه القضايا الهامة. وكما هو معروف أن العالم في 5 يونيو من كل عام يحتفل بيوم البيئة العالمي، وفي كل عام يطلق شعار للبيئة، يعني هذا الشعار تمليه القضايا البيئية الملحة حول العالم. وفيه في هذا اليوم في 5 يونيو تركز الجهود من قبل كل دول العالم حول هذه القضية. وهذا العام كما ذكرتي اتفق العالم من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يكون الشعار هو حماية البيئة من المواد البلاستيكية أو إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية، نظرا لما يمثله البلاستيك من خطر على البيئة إذا لم يكن قابل للتحلل أو لإعادة الاستخدام. مملكة البحرين، وليس هناك أهم أو أرقى من أن نستمع لخطاب صاحب الجلالة الملك المعظم وهو يتكلم عن البيئة وحمايتها وجهود مملكة البحرين في ذلك والاهتمام بكل القضايا البيئية وخصوصا قضية تغير المناخ. مملكة البحرين من خلال الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي الاهتمام بالبيئة اهتماما كبيرا، وهي تعتبر من الدول السباقة في اتخاذ إجراءات تهدف للحد من الملوثات البلاستيكية من خلال منع الأكياس غير القابلة للتحلل أو غير القابلة لإعادة الاستخدام، وكذلك منع استيراد النفايات البلاستيكية. جهود المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة واضحة في هذا المجال. نحن في السلطة التشريعية أيضا نهتم بهذه القضية اهتماما كبيرا من خلال سن التشريعات، وهناك العديد من التشريعات التي نظرها أو أقرها مجلسي الشورى والنواب متعلقة بجوانب مختلفة، إن كانت بخصوص البيئة بشكل عام أو لقضايا بيئية محددة كالصيد البحري أو استغلال الأراضي أو المواد الكيماوية. وأهم هذه التشريعات هو قانون البيئة الجديد الذي صدر في العامين الماضيين، وهو قانون البيئة رقم 7 لسنة 2022. هناك تعاون وثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لسن التشريعات اللازمة أو تطبيق ما هو نافذ منها. نعم سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس، شكرا جزيلا لك.